السابعة بدخوله ترتفع الراية البيضاء. مشاهدين الكرام فتحت البوابات، اندفعت الجياد متنافسة على مسافة الميل وربع الميل. الجياد المنتجة محليا عمر 4 و5 سنوات التي لم تربح في منافسة يبدأها انهمل ابن شلال، يبدأ الاندفاعه والآن يتراجع للمركز الثاني. فيما التقدم يأتي على ما يبدو من قايد النخبة في هذه الأثناء، بل بنت أسيل في المركز الأول تقود هذه الأسماء انهمل في المركز الثاني. متابعينا الكرام في منافسة هذا الشوط محكم في هذه الانطلاقة وكتيبة من المسار الخارجي في المركز الثالث وانهمل في المركز الثاني، وأيضا المتابعة تأتي من قايد النخبة في المركز الثالث. فيما التقدم مع الخفاق الأخضر في المركز الأول الآن مع عادل الفريدي يقود هذا الشوط. إذن الخفاق الأخضر منذ الانطلاقة وهو يقود هذا الشوط ما شاء الله تبارك الله مع المنعطف الأول لهذه الجياد والأفراس. الخفاق الأخضر يرفرف أولا بقيادة هذا الشوط، يتابع قائد النخبة في المركز الثاني انهمل أيضا في المركز الثالث في محاولات من عاشق المنصات من المسار الخارجي، ومحاولات أيضا من بقية الأسماء، محاولات من سلطان نجد للتقدم. فيما لا زال يقود هذا الشوط قائد النخبة يأتي الآن من المسار الخارجي للتقدم. قائد النخبة ما شاء الله تبارك الله يتقدم للمركز الأول باندفاعة قوية، باندفاعة مذهلة. قائد النخبة ما شاء الله تبارك الله ابن جريت رامبوسكات يتقدم ويتجاوز خط النهاية ويسجل الانتصار الأول في سجل السباق ابن جريت رامبوسكات بعد أن كان